أقوال القديسين. يقول القديس بايسيوس: من يتقي السيدة يتحرك بكليته عند سماع اسمها يلفظ، وعند رؤيته حروف اسمها مكتوبة ينحني ويقبل الحروف ويخفق قلبه تهيبا وخشوعا، ومن يسجد لأيقونتها يخال أنه يسجد لها بالذات وليس لخشب أو ألوان، فيذوب حنينا وخشوعا أمامها. ومن يحبها ويحترمها يشعر بتأدية الطقس كنسي عند سماع اسمها يلفظ.